أنت الوحيد في هذه الشركة اللي تكلمني بصدق وخالي من المصالح، بس حبيت أقول لك شيء يا أستاذ عبد الحميد. أنا أريد أعيش مثل ما أنتوا عايشين، ولا حتى الحياة لناس والناس. لو سمحت أنا مستعجل شوية. إن شاء الله. تفضل يا غسان. شكرا يا أستاذ، شكرا. إذا بعدها العلاقة بينهم ما انتهت. صباح الخير. صباح النور مدام سميرة. حد سأل عني؟ غسان قال لك شيء؟ سأل عنك وبعدين راح مكتب الأستاذ عبد الحميد. طيب إذا اتصل حولي عندي مباشرة طلبي لعبد الحميد أبي ضروري. إن شاء الله. روح أنت مكتبك بعدين بطلبك أنا. إن شاء الله. لحظة. أستاذ عبد الحميد، المدام تريدك ضروري الحين. ما أعرف من حقي إني أسأل ولا لا، ليش رجعتي السيارة لغسان؟ كان عندك في المكتب، ليش ما سألت هالسؤال؟ عمري ما كانت لي علاقة مع غسان حتى أسأله. عبد الحميد، أنا آسف يا أم أمين، أنا ما قصدت شيء. كل اللي أريد أقوله إني علاقتي وكلامي مع شهنتي في كل المواضيع، وعمري ما تكلمت مع أحد ولا سألت حد في الشركة إلا أنتي. ولا روح بالك في مكان ثاني. أنا آسف مرة ثانية. لا العفو، أنا اللي آسف. الظاهر أن أعصابي تعبانة هذه اليومين، بصراحة ما عارفة ألاقيها من وين ولا أي وين. حتى أنت يا عبد الحميد تخليت عني في أسوأ الظروف، خليتني أعاني بروحي، ما أعرف كيف أتصرف. أنا عمري ما أتخلى عنك يا سميرة، بس في الصح، أما الغلط أنا أرفضه. أنا مقدرة وواثقة أن عليك عبء كثير في الشركة. قولي الأمور في الشركة كيف ماشية اليومين؟ إذا كنت واثقة فيني فحتى الأمور ماشية بشكل جيد ومثل ما تريدي وأكثر. الحمد لله. عبد الحميد، أنا بودي أنك لو تضاعف اهتمامك بالشركة هذه اليومين علشاني مسافرة. ممكن أعرف وين مسافرة وليش؟ رايحة ألمانيا، عندي صفقة تجارية. على فكرة بيسافر معي هلال، أنت عارف أنه هو رجل قانوني في الشركة والمدير المالي، ومهم تواجده معي في السفرة هذه. كان المفروض أقول لك عن الصفقة هذه من قبل السفرة، لكن شفت ما كان في داعي إلا في الوقت المناسب.
الظاهر ما في داعي أشياء كثيرة أعرفها. سفرك، تكليفك لهلال بعمل جرد للمشاريع اللي عملناها من 15 سنة، رجاعك السيارة لغسان. أنا ما كان ودي أن أنا أخبي عليك، بس عندي هذا اليومين أكثر من مشكلة وأكثر من هم، ما حبيت أشاركك بكل همومي. كفاية عليك هموم الشركة. أنا آسفة، ما قصدي أضايقك يا عبد الحميد. الحقيقة ما هذا اللي جالسة تقولي يا سميرة؟ الحقيقة بعيدة عن هذا الكلام، لكن مهما كانت الحقيقة، ثقي كل الثقة، أنا تحت أمرك. وهذا أملي فيك. انتوا من ساعة هنا؟ ايوه، اول ما طلعت انت من المزرعة. بس فاطمة كانت تدور عليش؟ ايوه، هي راحت عندنا البيت وانا جيت ادور عليها هنا، كما قلت لك تغاوينا في الدرب. اها، صحيح صحيح. ايش فيك حسان؟ انا؟ لا ما فيني شيء، بس اقول سلمة خبرتي صاحبتش عن الموضوع اللي طلبتي مني؟ حسان، هذه أمور خاصة ما لازم كل واحد يعرفها. بس أنا قلت ناخذ رأيها، وفاطمة ما هي صاحبتش الوحيدة في ذي البلاد كلها، أعتقد ما فيها شيء لو خضيتي رأيها وسألتيها. حسان، إيش فيك؟ إيش اللي صاير؟ أقول لك هذه أمور خاصة، أنت ما تفهم؟ سلمة، مالك؟ إيش اللي صاير؟ ليش تكلمي زوجك بهالطريقة؟ ما في شيء يا فاطمة، ما في شيء، خلينا نروح من هنا. لا أنا ما أروح، ما روح لحد ما تخبرين عن كل شيء. إن شاء الله بخبرك، بس خلينا نطلع. على راحتش. أحسنت يا خميس،
كنت أتمنى أن تمد لي إيدك بدل ما تمد لي عصاك. زين يا خميس، صبرك علي شوية. هي وناوين تطلقوا؟ أيوة، لأن سلمى تشوف حسان مثل أخوها الصغير، وهذا صح. بعدين زواجهم صار بطريقة غريبة علشان ما تكون هناك فضيحة. إيش رأيك يا عمي؟ رأي فيش؟ في زواج حسان من سلمى وطلاقها منه. ما أعرف يا بنتي، ما أعرف. ما يستوي ما تعرف، لازم تجاوبها. كيف ما يستوي؟ فنانش ما أعرف، كيف لازم أجاوب؟ أما هذه وحدة ولا عنها. هي تريد تعرف الجواب منك، ما أنت رجال البيت، ولا تريد يقولوا انك ما تعرف شيء البر؟ وبعدين معش يا زكية، اذا عنده شيء قولي، تفضلي سمعيني اياه، ولا سكت قاعد وجعي لي راسي. الحين انتوا تبي تحول الكلام هذا كله للنزاع وضرابه؟ خير مالكم، اشوفكم على اقل شيء تتنازعوا. هذا كلام قولي حال امك. وبي وانت ليش عصبت بالمره؟ انا قصدي يمكن سمعت من الرجال في السوق ولا في الحاره يتكلموا عن هذا الموضوع. الرجال ما يدخلوا في خصوصيات الناس. بعد احنا ما لنا ومال حسان، تزوج سلمى طلقها، احنا ما لنا ومالهم، هم اهل وبيستدون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صحيح، واحنا ما لنا ومالهم. اقول مرشد، اشوفك ساكت وسويت اللي في موضوع العامل، او ان اخبر حد غيرك يشوفه. انا ما ساكت وما نسيت، انا ما ابغى اجيب لك اي عامل، ابغى اجيب لك عامل امين. ولا تبغي انت حي الله عامل يعني؟ على قولتك اريد امين ما حرامي. وناوين تو يتطلقوا؟ والله هذا اللي تصر عليه سلمى، لكن حسان لحد الحين ما موافق. ان شاء الله يا رب ان ما يطلقها. الحمد لله رب العالمين. كلي بنتي كلي كلي. إلى متى بتظل سرحان كذا؟ أنا ملاحظ يا غسان إنه سميرة هذه ما مهتمة في موضوعها، وجالسة تعيش حياتها بشكل طبيعي. ولا إيش معناه تعطيك موعد وتروح للموعد وما تحصل؟ أقول ما عليك منها. سميرة هذه إنسانة جبانة في داخلها، وهذا اللي اكتشفته من خلال مقابلتي لها. بس اللي ظل محيرني من وين كانوا جايين هي وهلال. أنا بديت أشك إن هلال يعرف عنها كل شيء، وهو اللي يساعدها في حل كل مشاكلها. بس لازم نعرف هم وين كانوا وعلى إيش ناوي. إذا حيرتنا واحدة بس، ولا يهمك، خليها علي، أنا بعرف وين كانوا وعلى إيش ناوي. طمن يا أستاذ عبد العزيز. على فكرة أنا كنت ناوي أروح البلد بكرة، يعني واخذ شوية أغراض من أهلي، محتاج شوية فلوس. أنا آسف، ما عندي. خلكني أنت. طيب أنا بكرة أروح لسميرة وأتنازل لها على الموضوع واخذ نصيبي وخلاص. وأنا برفع عليك قضية في المحكمة وتكون شريكة في كل شيء، والقانون يعاقب المتسبب واللي يتساعد معه. أنت فاهم؟
الحساب. الله يا سميرة، تصدقي صارنا زمان ما جلسنا مثل هذه الجلسة مع بعض. شو نسوي، مرت علينا مشاكل وظروف لا كانت لا على البال ولا على الخاطر، بس الحمد لله مرت على خير. الله لا يفرقنا عن بعض، الله يديم المحبة اللي بيننا. آمين. بس طالما موجود عبد العزيز إلا بيظل يخلق لنا مشاكل. لا يا سميرة، عبد العزيز كثير إنسان طيب من داخله، وممكن بسهولة تتعامل معه خاصة لما يكون هادي. لا لا، الظاهر أنت ما عرفتي عبد العزيز زين حتى وإن كان زوجك. صدقني يا سميرة، لو جلسنا مثل هذه الجلسة أنا وأنت وعبد العزيز أكيد راح نحل مشاكلكم بدون محاكم، وراح نصير أكثر من أهل. ما عبد العزيز؟ مستحيل حبيبتي، مستحيل نفكر بهدوء طالما عبد العزيز موجود. أبداً، تعالي. أنا سبق وكلمتك عن عبد العزيز، يعني أنت تعرفين سوالفه وطباعه قبل لا تتزوجينا، وكنت تأيديني في كل كلمة أقولها عنه. إيش معنى يعني الحين؟ تغير الوضع. كلامك صحيح، عبد العزيز صح له سلبياته لكن إيجابياته أكثر. سميرة، خلينا أتدخل بينكم وأكيد راح نوصل للنتيجة. صراحة أنا بيخفف عنك همومك وآلامك. مستحيل يا إيمان، طالما عبد العزيز بدأ كلامه وتهديداته عن طريق المحاكم بينهي كلامه بعد عن طريق المحاكم. ألو، هلا عبد العزيز. نعم، إن شاء الله بعد شوي بكون في البيت إن شاء الله. يلا مع السلامة. مع السلامة. حبيبتي أول ما تردين البيت يبي يعرف كل صغيرة وكبيرة دارت بيننا في هالقعدة هذه. يا عارفة زين، سأليني عنه. ما أعتقد يا سميرة. نشوف. معقولة سميرة ما قالت شي عني؟ بعدين معك يا عبد العزيز، أنت تحقق معي ولا تتجسس على سميرة؟ تردني أخبرك كل شي؟ يا خسارة يا إيمان، يا خسارة. افتكرت أنك تعزيني كثير، لكن مع الأسف الشديد الظاهر أنك تعزي سميرة أكثر مني أنا. أنت تعرف أن هذا ما صحيح يا عبد العزيز. يا ريت تنسى خلافك مع سميرة وتفتح صفحة جديدة من حياتك. أنا كم مرة قلت لك أن خلي افتح مشاريع بيننا، إذا كان على رأس المال فأنا مستعدة أوفر لك إياه. كل هذا الكلام معقول وأنا موافق عليه، بس في عندي سؤال محيرني، يا ريتك لو تجاوبيني عليه بصراحة. إيش هو هذا السؤال؟ إيش علاقة هلال بسميرة؟ هلال؟ من هلال؟ أنا عمري ما سمعت بهالاسم. ما سمعتي بهالاسم ولا تريدي تخبي علي؟ معقولة سميرة ما تقول لك وهي صديقتك؟ عبد العزيز، وبعدين معك؟ أنا عمري ما كذبت عليك، لو كنت سامع بهالاسم أكيد كنت أخبرك. أنت صاير إنسان ثاني يا عبد العزيز، غير عن اللي عرفته أول مرة. الصراحة هذا الوضع أنا ما يعجبني، عن إذنك. أنا وراك والزمان طويل يا سميرة. كان خاطري أكلمك من زمان. ما في داعي أشرح لك الظروف اللي أنا كنت عايشنها، لأني عارف ومتأكد أنك ما تريد تسمع أي شيء له علاقة بالماضي. بس الحقيقة اللي لازم تسمعيها مني الحين هي أني معجب فيك كثير كثير يا فوزية. صحيح يا غسان، ولا انك تجاملني؟ ياه، من زمان وانا جالسة انتظر اسمع منك هذا الكلام. صبري وانتظاري ما راح على الفاضي. وانا بعد كان بودي، بس وش اللي يمنع ان نلتقي يا فوزية؟ بس بعد الليل طويل
بغيت أشوفك علشان أقول لك كل شيء من غير حواجز أو موانع. طيب ومتى تسمح هذه الظروف؟ عموما أنت شوفي ظروفك، أنا هاليومين رايح البلد، ولما أرجع ضروري أشوفك عشان أقول كل شيء ونتفق على كل شيء إن شاء الله. أنت بعد خلي بالك من نفسك، تصبحي على خير. بدون هذه الطريقة لا يمكنني أعيش، ما ينفع غير الكلام المعسول يأثر على الجنس الناعم. الله يسامحك، الله يسامحك يا زمن المصالح والاحتيال. ما قلت لي كيف حال والدك؟ صار لك من جلست أكثر من مرة تسألني عن الوالدة، ليش ما تدخل في الموضوع بدون لف أو دوران؟ بصراحة أنا ما أعرف من وين أبدأ كلامي، ولكن أقول لك باختصار أنا مسافر خلال الأسبوع القادم للدراسة. كنت أريد أنهي الموضوع اللي جاي علشان قبل لا أسافر. إذا كان الموضوع يخص غسان فنرفضه من الحين لو سمحت. لا 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 أبدا، ما لنا وما الغسان، أنا جاي إنك موضوع يخصنا أنا شخصيا، ما له علاقة بغسان بتاتا. طيب ادخل في الموضوع وبسرعة لو سمحت. بدون أي انفعال، أنا جيت من الباب ما من الشباك مثل ما يقولوا. ثانيا أنا حبيت أعرف رأيك قبل لا أجيب أهلي. ثالثا أتمنى أنك توافق تزوجيني. إيش؟ منى أنا ما أعرف كيف عبالك أنا أجاب من أول مرة شفتك فيها. و لو سمحت، سمحت يا عبد الله، بدون لا تطول في الموضوع، أنا أحترم رغبتك فيني. أرجوش يا منى لا تقول إنش ما موقع. وأنا أقول لك حافظ على العلاقة الأخوية اللي بيننا لو سمحت. بس أنا أريدك كزوجة. وأنا أقول لك إن الموضوع خلاص انتهى خلاص. ليش ترفضيني؟ ليش؟ لأني صديق غسان؟ لا خلاص انتهى الموضوع، ما انتهى بالنسبة لي، وأنا غسان ما تربطني في أي علاقة. قلت لك خلاص. بس أنا أريدك، أريدك خلاص، كفاية كفاية، خلاص خلاص. سلامتك يا منى، ألف سلامة. وبعدين؟ ما بقى فيها بعدين يا غسان، كان رد منى نهائي. أنا ما سألك عن ردها، حالتها، صحتها كيف؟ صحتها كان لازم أنادي الشغالة وأمين عشان يشوفوها ويساعدوها، لأن أمها ما كانت موجودة بالبيت، ظليت جالسة لغاية ما استعادت حالتها نفسية. مالك يا عبد الله؟ ظهر أنه منى تشوف فيني شخصك أنت يا غسان، لأني صاحبك علشان كده تجيها الحالة النفسية. قصدك تقول أنه أنا السبب في الحالة النفسية اللي منى فيها، وأنت تعرف زين أني ما أريد أذيها أبدا. اللي حصل كان صدفة، صدفة يا ريتها لا صارت ولا استوت. أنت الحين جاي تقول هذا الكلام؟ كل هذا ما منه فايدة. المهم أنت إيش ناوي تسوي؟ أنا مسافر مع نهاية هذا الأسبوع للدراسة، الحمد لله أني خلصت نفسي من هذا الموضوع. إذن الدور والباقي علي أنا. يا ترى إيش مخبيت للأيام؟
صباح الخير. صباح الخير مدام سميرة. غسان اتصل فيني؟ لا يا مدام، ما اتصل ولا جاء. طيب إذا اتصل ولا إجا خليه يدخل عندي على طول إن شاء الله. على فكرة نادي لهلا على أبي ضروري. حاضر. هلا، قولي بصراحة إيش الفكرة اللي كوّدتها عني، خاصة بعد ما عرفت كل مشاكلي؟ إنسانة مظلومة شافت إنه من حقها تعيش حياتها وتعيد أيامها، لكن الزمن كان قاسي عليها. بس المشكلة الوحيدة اللي وقعتي فيها إنك ما أحسنتي الاختيار. سامحيني على هذا الكلام، لأنه بصراحة غسان ما كفؤ يكون زوج الأستاذة سميرة. أنا آسف مرة ثانية. لا بالعكس، أنا أشكرك على صراحتك. الحين أقدر أقول رحم الله امرئا أهدى إلي عيوب. أفهم من هذا أنك ما زعلان؟ بالعكس، بالعكس يا هلال، أنا سعيدة لوجود شخص صريح في حياتي. على العموم أنت الحين سويت في القضية الأولى. إن شاء الله قبل لا نسافر يكون الموضوع منتهي. شوف يا هلال، أنا ما أريد أدخل المحكمة، وبالتالي أوكلك أنت توقف بدالي باعتبارك المستشار القانوني للشركة. هذه الشهادة أنا أعتز بها كثير، وإن شاء الله راح أكون عند حسن ظنك يا أستاذة. بس أنا ما أريد الموضوع هذا يتأجل، أبي أنتهي من هذه المشكلة نهائيا. وأنا أوعدك أني أنهي مباشرة ولا أترك فيه مجال للاستئناف، وهذا أنا اللي أريده. طيب تأمريني بشي ثاني بعد؟ أيوة. تفضل. إيش هذا؟ هذه المكافأة اللي وعدتك بعد ما تخلص المهمة اللي قلت لك عليها. أنت تستاهل، أكيد مسافر وبتحتاج مصاريف في السفر. ما كان له داعي يا أمامي. بالعكس هذا حقك، أنت عارفني زين، أنا ما أحب أخذ حقوق الآخرين. تقدر الحين تتفضل مكتبك. طيب عن أذنك. حسن،
سمحت ما في حد في البيت. قلت لك ما حد في البيت. انت ما تسمع؟ الى متى يا سلمى؟ الى متى بظل انا انسان محروم وغريب على اهله؟ ما حد جبرك على اللي سويته. كل اللي صار كان باختيارك. لا، انا ما اخترت انكم تتركوني وتتخلوا عني يا سلمى. انت اخترت وانت هرب وسويت اللي سويته. لا تفتكر انه كان في حد يمسكك او يضربك ويقول لك غصبا عليك تتزوج بنت عمك. انت رخصت اهلك وغليت نفسك. كنت دائما اقول يا خوفي يا خوفي لا تغيرك المدينة على القرية. بس انا الحين محبوس بفاهات الالم وغرقان في دنيا الندم يا سلمى. انت حبست كل واحد فينا في سجن الظلم والقهر العذاب والالم. انت حبست ابوك في قبره، حبست امك في ثياب عدتها ما خرجت منها الا البارحة. انت حبستني في حسان وحبست حسان فيني، حبست ابوي في بيته. لو سألته يتمنى لو كان محبوس مع اخوه. بس يا سلمى يكفي يكفي. انا جاي عشان اطلب السماح مرة ثانية، جاي عشان ارجع المياه لمجاريها. المياه جفت ومجاريها تهدمت. روح دور لك على مجرى ثاني بعيد عن هذه البلد احسن لك. بس انتوا اهلي. انصحك انك تروح من وين ما جيت، لانه ما في قلب ينفتح لك ولا في ايد بتنمد لك ولا عين بتغطيك ولا اذن بتسمعك. احسن لك تروح من وين ما جيت. روح، لانه اللي باع اهله مره يبيعهم 100 مره. اللي باع اهله ما عنده شيء عزيز على قلبه يحتفظ به. اللي باع اهله يقدر يبيع ارضه وعزمه عنده. لو بكيت دم ما يساوي جزء من جروحي. غيبتك يا غسان، زمان وانا انتظر منك تتصل فيني. لكن زين سويت يوم جيت بنفسك. 5 دقائق. لحظة يا غسان، 5 دقائق ما بآخرك وايد. يمكن فيها تغيير أوضاع وأوضاع وترجع لك اللي ضاع. خليني استاذ عبد العزيز. هذا العزيز الغالي، تفضل. هذا بس اصلا تفضل. لا انت تعبتك على هذا الكرسي، انا متاكده كل طموحك وامالك مرسوم على هذا الكرسي. نظارتي موجوده اذا تحب تطلع على بعض الامور. تفضل مكتبك.
اهلا. لا شاطره شاطره ممثله بارعه ما شاء الله. سمعي يا مدام، ما انا اللي ممكن تمثلي عليه باسلوبك هذا. لا، اللي اذا كنت فكرتي بعقل واتخذتي قرار لصالحنا احنا الاثنين. صدق عبد العزيز، انا كل اللي قاعد تقوله وترمز له انا ما فهمته. ممكن تعيد؟ لا 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 لا، معقوله سميه عبد الله سليمان تقول ما فهمت؟ وين صارت هذه؟ سمعيني زين، اليوم هذه هي فرصتك الأخيرة. إذا المرة الجاية ما حضرتي جلسة المحكمة، أنا أضطر أنهم يجيبوك بالقوة، أني أنا ما أحب الانتظار، أو أني ما بطلع من المحكمة إلا ونطق الحكم معي. مفهوم؟ العزيز أنت كاسر خاطري بلا الوقفة هذه وقاعد ديالوج اللي قاعد تقوله، المقدمات الطويلة، المفروض ترتاح. لأن هذا الكلام اللي قاعد تقوله لازم ناخذ ونعطي فيه ولازم نكون يعني، وأنا أستوعب أكثر. تفضل استريح. بتوقفي أطول من هذه الوقفة إن شاء الله. لا تستعجلي. أنا مستعدة أسمعك من البداية للنهاية عبد العزيز، ها؟ بس عاد يا ريت لو تجيب مواضيع جديدة لأن أنا القديم عاد حافظتنا، ها؟ إذا عندك رسالة استدعاء من المحكمة أو شيء يا ريت لو توصلها للمستشار القانوني في الشركة المستعد هلال. ناسي مكتبة فوزية بتفكرك. تفضل. سمعي يا مدام، المعركة اللي بيننا بعدها في بدايتها، وبنشوف بنشوف من اللي بيعطى على أصابع الندم في النهاية. عن إذنك يا أستاذة. حاضر حاضر يا استاذ عبد العزيز. والمفروض ما كان انك تتعب بنفسك وتجيب الرساله الى الشركه، لو رسلوها عن طريق البريد كان احسن. اسمع يا هلال، بلغ موكلتك انها بعدها في باب الامان، واني انا مستعد اني اتنازل عن كل القضايا اللي بيننا والقضايا اللي تعرف، ومستعد ايضا انسى اللي صار بيننا ونكون شركاء في شركه الامين. كما تعرف يا استاذ هلال، احنا اهل قبل كل شيء. وهم من اللي يختلفوا هذا الزمن غير الاهل. على كل حال يا استاذ عبد العزيز، انت كنت عندها قبل شوي، ويا ريتك كان لو وصلت لها هاي الكلمتين. انا ابغاك انت بالذات توصل لها هذه الكلمتين بصفتك المستشار القانوني للشركة، ويمكن تكون محاميها الخصوصي. أنا أعتقد أنها تسمع منك أنت أكثر مما تسمع مني أنا. بس على ما يبدو لي يا أستاذ عبد العزيز أن الأستاذة سميرة مستعدة للدفاع عن نفسها، فما في داعي أوصل لها هذه الكلمتين. إذن موعدنا في المحكمة، وفي المحكمة نعرف نتفاهم زين. عن إذنك. السلام عليكم ورحمة الله. أريدك الحين تسير البيت وتخبر عمتك زكية وتقول إني بتأخر شوية. خليهم يتغدوا عني لا يحرسوني، ها، وقول لهم إن عمي عنده شغل. زين؟ زين. أنت إيش عندك من الشغل اليوم؟ وأنت إيش قصدك ده؟ إيش قصدك، ها؟ سوي اللي أقولك عليه وبس. إن شاء الله يا عمي، إن شاء الله. سير.
عمتي زكية؟ عمتك زكية ما موجودة. أنا لازم أخبر عمتي زكية. بعدين معاك، أنا قلت لك ما موجودة يعني طالعة برا. خبرني بعدين أنا أخبرها. عمي مرشد، إيش فيه؟ ماله عمي مرشد؟ بيتأخر على الغداء، عنده شوية شغل. طيب غابت عينك، أنا حسب مستوى ولا شيء لا قدر الله. سير سير من هنا سير. لازم أسير علشان الحق غسان يبتدي يعطيني غوازي. هو غسان هنا موجود؟ أيوه موجود، خليني أروح أشوفه. والله ما تنهض يا عمي إلا وأنت مسامحني في هذا البيت الطاهر. غسان؟ أيوة يا عمي غسان، اللي قار عليه الزمن وزعلوا منه أهله، ما حد طايق يشوف على وجهه. وأنت اللي سويتها فينا شوية، أنت قتلتنا، قتلتنا يا غسان، قتلتنا. كنا باغيين نفرح فيك ونزرع الأمل والفرحة والسعادة في قلبك، لكنك للأسف طلعت أرض بور ما منك فائدة. كل اللي تقوله أنا راضي عنك، أنا راضي فيه، بس المهم ما تطلع منك كلمة شين ونحن في بيت الله. كل اللي تقوله عني يا عمي، بس المهم خذني معك، ضربني، قتلني، بس المهم رجعني لأمي وأخوي وبنت عمي، رجعني لأهلي يا عمي، أرجوك. حتى لو سامحوك أمك وأخوك وبنت عمك، هذا إذا سامحوك، بس أبوك كيف يسامحك وإنت اللي داف منه؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. استغفر الله العظيم. ترجع تقول ليت اللي صار واللي صار ما كان، ترجع تقول ليت اللي صار واللي صار ما كان، حتى المكان لا يرجع ولا ينفع، حتى المكان لا يرجع ولا ينفع. تبقى في نفس الزمان، تبقى في نفس المكان، تفقد الأمان كل الأمان، وتعيش في دوامة ندم أو في العدم.